متواصلين بهذه التغطيه واحنا نتمشى كفخه بخشمنا فد ريحه طيبه. الريحه هاي طلعت مال ماكولات، شو اسمها ماكولات؟ واي بابا مدواي، واي بابا مدواي، هاي بالتركمان يعني شنو معناها؟ يعني ويل بابا ويل، يعني او ويل يا ابويا ويلي. ويل يا ابويا ويلي، حلو. ماركه مسجله واي بابا مدواي. الحمد لله حبيبي يعني. والله على راسي. احكي لنا شنو الاجواء العيد؟ والله اجواء العيد بكركوك الحمد لله كلش حلو هذا السنه، واحنا هنا طالعين مهرجان. احنا هاي كلها محلات متجوله وعندنا محلات ثابته لنا، بس هنا جايين يعني ونسوي ناس وجو حلو كلش. نحب كركوك يستمر على هذا الشغل ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. انتم بالف خير. انتم هذا كادر يا قناه، هذا قناه الفلوجه. واي بابا من واي للفلوجه هذا تدلل. شكرا. احكي لنا شنو الاكلات اللي تقدمها؟ عندنا روست، عندنا قيمه، عندنا باسترمه، عندنا اكل واي بابا متبل على اللحم او على الدجاج، وعندنا قورمه الدجاج، وعندنا دولمه اهم شيء. ها على راس دولمه الكركوكيه، دولمه تركمانيه كركوكيه حبيبي والله على راس. يعني انت اكو عندك طبق خاص اسمه واي بابا؟ عندنا طبق خاص واي بابا فاندام بوريسلي، كلهم يمي يتعشون يمي. على عافية عليكم حبيبي. يعني واحد ما يحتاج يروح يلعب حديد؟ لا لا ما يحتاج، يجيب كله بروتينات. ابي امسى حبيبي والله يا هلا بيك. اعطيني واحدة أخيرة واي بابا مدي. واي بابا مدي واي حبيبي. بدي اسوي لفة وصين، خلينا نشوف. هاي قدامكم مشاهدينا الكرام روست، هذا روست نعم. لحم عراقي، لحم عراقي خالص حلو. طماطم اي، هذا لفه ب 2000 دينار. 2000 دينار هاي ثلاث شهور مجوع، تاكل هذا ثلاث شهور انت مجوع، ابد مجوع من لفه. ها من غير اكل تجوع ما علي يعني. شكرا جزيلا لك، كل التوفيق، تحياتنا لك حبيبي. تحياتي.